ان شاء الله لك طول العمر يا رب. ان شاء الله. وانا الصراحه يعني اتمنى يعني مستقبلا يكون في عنصر نسائي حتى ولو بمشاركه بشيء بسيط، هم بعد نعزز بخواتنا وبناتنا يعني الروح الحلوه هذه في الموروث البحري. اختي شوفي، العنصر النسائي بالمشاركه احنا لاحظنا هذا الامر في الخمس سنوات اللي مضت، فعلا شاهدنا العنصر النسائي يمارس صيد هوايه صيد الاسماك. نعم. طبعا كدوافع من اولياء الامور من الازواج. نعم. واتقنوا للامانه العنصر النسائي ممارسه صيد الاسماك. انا حاولت عمري ما صدت شيء. لا هذا يعتمد على الكوتش اللي معك. ماكو شيء. لا لا يعتمد على يعني اقصد المرافق اللي معك في هذا الامر، ولكن هذا الموضوع يعني يبي له اول شيء امكانيات. أكيد أكيد. يعني هل المراه تستطيع تحمل البحر؟ تحمل مش مو فهد، مو بس البحر، هل تستطيع الصبر. المراه لأن معروف عن المرأة أن غير صبورة يعني. قليلة الصبر. كل قليلة وكل شو اسمه. طيب زين، هل تستطيع المرأة أن تستغني عن الحمام؟ صحيح. لأن هي لا تنسى أنت راح تقعد المرأة ما بين الخمس إلى ست ساعات في البحر. بالضبط. فهل تستطيع ما تغير الميك اب مالها؟ هل تستطيع ما في أمور ما يعني المرأة ما أدري يعني في مجال البحري، ولكن يعني إذا شفنا في ضغوط علينا للأمانة وفي ردود وفي مطالبة شعبية، ليش أنتوا صارين عنصريين؟ دخلوا العنصر النسائي. لا ممكن هني راح نفتح وراح نحط دراسة وراح نحط إمكانيات بحيث أن نسمح للمرأة انها تشارك في لا اله الا الله شيء على الطبخ. لا اله الا الله. انا بيني وبينك يطول لي بعمرك كلامك على المتمة، انا اقول برايي وبرايك نبعد النساء عنه شوي ونروح نلجا للطبخه، طبخه مصطفى اشكناني. يلا رايك؟ يلا توكل على الله. نشوفه نويبي. توكل على الله. تفضل. تفضل.